طلمت صالونات ثلاثة الألوان في هذا العرض، عرض محدود، المبرة المحفرة حرير، الذوق الرفيع آخر ما كان في المبرة. طلميطه مختلف على الخدية، هذه الطلميط وهذه الخدية. بالنسبة للطلمت رولو ما مفصلينش، 15 متر و14 مخدة كبار ديال 90 بالسفيفة، دلقانو في الجناب. 15 متر وربعة المخدات كاين فيهم ثلاثة دلوان، كاين الخضر الملكي اللي دوزنا، وكاين الزرق الملكي هذا اللي قبلتكم، وكاين لو بوردو يعني البلون والكرونة. 14 متر رولو ما مفصلاش ومعهم 14 مخدة، هادو الثمن ديالهم 2200 درهم. عزلوا اللي بغيتو. 15 متر 14 مخدة، كاين قلنا الخضر الملكي والزرق الملكي يعني بلو ماغين، عفوا ماشي الزرق الملكي، البلو ماغين، وكاين الكرونه لو بوردو. عزلوا فقط اللي بغيتو. وكاين 12 متر ونص، 10 المخاد ديال 90 اللي بغاهم. 06 41 67 33 95. العرض محدود، اللي عزل شي طليمطات يدخل عندي. كاين 3 ديال الدارات برا محفرة، شي حاجة رائعة، الذوق الرفيع. هاد الطليمطة ديال الكرونة يعني 3 الشكالات مختلفين نفس الثمن. شتي حمق تي حمق الناس اللي كيوصوني على لو بوردو، وحتى الثمن جد مناسب بالنسبه للصالون كبير جديد بثمن المستعمل اللي بغاهم. مرحبا الناس اللي موصيني على الرومي، اخر ما كاين في الرومي، الذوق رفيع. وانتي طاش كاينه 10 متر و12 مخده، وكاينه 12 متر ونص و15 مخده، خياطة نص نص. هادو هما اللون يعني اللي كاينين في العرض، 10 متر و12 مخدة. السول ديالهم 900 درهم. اللي بغاهم 06 41 67 33 95. بالنسبة اللي عندهم صالون ديال 5 سدادر 12 متر ونص معاهم 15 مخدة، هادوك الثمن ديالهم سولد 1100 درهم، 22000 ريال. اللي بغاهم 06 41 67 33 95. اختاروا فقط اللوينات اللي بغيتو. كاين الكرونه، كاين الموف فيولي، هذا لو بوردو. سبال الطلميط كاين اللي كيبغي يعني اما تاخدو هكا ولا هكا، يعني اما ديك اللي فيه لو بوردو هذا، ولا كتاخدو المزوق يعني حتى في الموف نفس الشكل. اللي بغاهم اللي بغات الطلميطه مزوقه ولا سامبل يعني اللي بغيتو. طلمت المبره المحفره التضخيم، اخر ما كاين في المبره المحفره اللي وصوني نصور لهم، خديه عامره، خديه محفره معتبره. الطلميط هو هذا، 15 متر رولو، 18 مخدات، 70. ديما اللي كيبغي الخدات كبار 90، لان حنا الاغلبيه كيطلبوا لنا ديال 70، راه واخا هكاك يعني اللي بغى الخدات ديال 90 غادي تزولوا لهم السفيفه اللي في الجناب وغادي تزيدوهم مبرا سامبل. 15 متر رولو ما مفصلاش معاهم 18 مخده، الثمن ديالهم 2450 درهم. اللي بغاهم مرحبا، ما شاء الله فيهم لوينات رائعين، فيهم الموطغ بارد، فيهم الموف مغلوق فونسي فيولي، الوان رائعه. المخاد فيهم دو فاس، فيهم هذا الفاس الدار في لون الطلميطه، وكاين الورده. الله، هذا البروكار روعة، توب ديالو غزال.
كاينه 12 متر و15 مخده جديد، 15 متر و18 مخده، التوب ديالو رائع التحمق، الثمن ديالهم شوفوا التفريش، شوفوا ما شاء الله، شوفوا السفيفه ديالو كي دايره. هذا راه غوز بيبي كلير فاتح تيحمق، هاد اللوين هذا قلنا 12 متر و15 مخده، الثمن ديالهم يعني قياس 5 د السدادر والجديد فقط 1100 درهم، 22000 ريال. اللي بغاهم 0641 67 33 95، والارسال لجميع المدن. طلامت المبرة محفرة، ميطاليزي، هادي راه كلها فيها السقلي، هادي راه لي ميطاليزي فيها السقلي، راه مشاعلينش الفلاش، ويعني يعني البليصة فيها الشمس، يعني الطامسة ديك يعني ما بيناش ما واضحش، هي كلها ميطاليزي، يعني ديك كلها مرشوشة بالسقلي، هادي المبرة محفرة الممتازة بالسقلي، كريستال، هادي كلها كريستال، كاينة 5 متر مطلوقة يعني جديد، وكاينة 10 متر مطلوقة باش كنصور لكم الشانتيو، معاهم 14 مخدة هما هادو 70، وربعة المخد كبار ديال 90، يعني قياس الصالون كبير ديال 7 6 السدادر، قلنا 5 متر مفصلة بوحدها هي اللي مصورين دابا، وعشرة متر بوحدها يعني 15 متر. هادو الثمن ديالهم 2200 درهم، اللي بغاهم 0641 67 33 95. هادو تلامط الدنياجات الحرة المطروزة المرصعة بالسقلي، الدنياجات الدوق الرفيع، هادو ثلاثة تليمطات فيهم لاستيك تيلبسو 2 متر 2 متر 2 متر، معاهم 8 المخدات فيهم دو فاس، فاس ديال طرد الغرزة وفاس هو هذا، معاهم مساند ديال التكرير. هادو الثمن ديالهم غيصدمكم، همزة 950 درهم، 19000 ريال. اللي بغاهم 0641 67 33 95. بالنسبة للمساندات أظن راه كاينين غير جوج المساند، جوج مساند بالتكرير، اللي بغاهم مرحبا، اللي ما عليكم شو ما شاء الله خياطة كي دايرة روعة، وراه ديك الوردة الوسطانية ديال البهجة مرشوشة كلها بالسقلي، اللي بغاهم مرحبا، تبرعوا ليا مع راساتكم ديما مع أم الحسن الجديد. السلام عليكم، عافاكم، بغيت نبيع هاد الصالون، هانت راه باقي زوين، عود زوين ديال الرخامة، هنا في الطول تاع السداري فيه 4 متر و30، راه جوج السدادر ملاقين في طلميط واحد، والكوان فيه 65 على 65، وهاد السداري الوسطاني فيه 2 متر و63، وهاد الطويل تا هو فيه 4 متر و63، تا هو راه جوج سدادر ملاقين في طلميط واحد، هاد الطبلة جوج صندريات، وهاد الطبلة تا هي ديال الرخام، وجوج صندريات، والريدو والزربية راه فيها 2 متر على 4، الثمن 9000 درهم، رقم الهاتف 06 49 00 97 48، وشكرا. اختي انتيا الديكور اختي بغيت نبيعو، انتيا هو فيه هاد الآية القرآنية، هي مرايا وانا مغلفاها بهاد الآية القرآنية، اللي بغى يحيدها راه يحيدها، واللي بغى يخليها يخليها، راه الجاجه ديالها الاصليه ديالها راه باقا، انت اختي راه باقا مزيانه، وفيها واحد المجر لتحت، اكيد فيها واحد المجر، ها هو، وانا غنصورها لك حتى من اللور ديالها، راه باقا مزيانه، انت شوفي انت اختي، ها هي من اللور شتيها، راه مضروبه ما والو، انت
طالبه فيها اختي 24000. ها انت اختي هذا الفران، هذا الفران ديال التسخان صغير، الحجم ديالو صغير ديال التسخان اللي بغاه، ها هو 4000 ريال، راه باقي مزيان، فيه واحد الضربه اللور طاح ليا، واحد الضربه اللور، ها انت اختي راه باقي مزيان، نسخن فيه الخبز اللي بغيتي تسخن فيه اي حاجه. ها انت اختي هاد السبرديله راه خديتها من عند لايكي، ها هي خديتها ب 8000 ريال وانا طالبه فيها 5000 ريال، ما جاتش قد بنتي. السلام عليكم، كنشكر صاحبه القناه اللي تحت لينا هذه الفرصه هذه، الحمد لله تعاملنا مع الناس والله ما حشمناش الحمد لله. عندي هاد شي حويجات ما استعملتهمش وباغا نبيعهم، ندير لكم بهذا الكوفغلي، هذا ها هو ديال الناموسيه، انتم كيفاش كيجي فيه، عندي انا في هذا اللون هذا في الغوص ديالو، ها هو كاين اربعه المخدات وواحد بحال المانطا وليزار، ها هما هي انا نوريهم لكم. انا الصراحه استعملته مره واحده، كانت عندي مناسبه حطيته صافي وما عاودتش استعملته مره واحده اخرى. ها انتم المخدات كيجيو جوج فيهم هاد الدونتيل هذا وجوج ما فيهمش سامبل، ها هما وليزار ديالهم مع هاد الكوبر اللي هذا، ها هو غليظ وزوين صراحه بحال المانطا ورطب يصلح في هاد البرد هذا. ها هو راه باقي عندي انا بالميك ديالو بالغيبه كلشي، اللي بغاتو كادو ولا اللي بغات تعطيه كادو مرحبا. ها نتوما شوفوا لا مارك ديالو، سلوسه سولوا عليه، ها لا مارك انا صورتها لكم، انا طالبه فيه 500 درهم، سلوسه سولوا على الثمن تاعو وشوفوه 500 درهم، وهو مازال بالباليزه ديالو، ها هي الباليزه انا حليتها لكم، شفتوها كتبان لكم الباليزه، ها نتوما بالباليزه ديالو كلشي، ها العبارات اللي فيه 2.40 متر على 2.60 متر في ليزار وفي الكوات، والمخاد فيهم 50 على 70، كما كيبانوا لكم بالباليزه ديالو باقي نقي 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 بزاف، انا ماشي بزاف باش خديته، كانت عندي غير مناسبه كما قلت لكم وحطيته فرشته مره واحده وعاود جمعته. ها هو اللي بغاتو مرحبا عندي في الغوز، ها انتم هاي الكرتونه كما كتشوفوا الباليزه، ها لا مارك تسولوا عليها، هذا قلت لكم طالبه فيه 10000 ريال 500 درهم لمدينه الدار البيضاء. بالنسبه لهاد الحويجات ديال الدراري الصغار ديال التربيه، ها نتوما باقيين جداد ما عمرهم استعملوا، انا ما حليتش حتى الباكيه ما عمرني ما حليتها، هذه فيها البيصه في الغوص مع هاد ليزار وفي واحد الخديه ديالو، ها نتوما كما كتشوفوا كاين هذه، كاين هاد الماطله هذه الصراحه غزاله، كاينه في الاسواق الممتازه تشوفوا ليها تشوفوها، راكم عارفين ملي كيجيو كتشي اما كتشي كتكون شاريه شي حاجه وكيعاودوا يجيبوها لك الناس ولا هذا، ها هي كاينه هذه بحال ناموسي كتحطي فيها التربيه الصراحه غزاله، ها هي هي بحال هكا اللي ما عندوش كيحطها فيها زوينه، سيرتو تشوفوا الثمن تاعها كاينه في الاسواق الممتازه بلا ما نذكر الاسم، وكاينه هاد المانطا هذه زوينه، ها هي بهاد المخده ديالها تا هي، ها هما هي هادو بثلاثه تاع التربيه طالبه فيهم 200 درهم، ثمن غزال الصراحه 200 درهم. لي بغاهم المدينه الدار البيضاء يتصل بي على الرقم 06 66 783 582، 06 66 783 582، وشكرا. وكنعاود نشكر صاحبه. السلام عليك اختي، لاباس عليك؟ هانيه، نتمنى تكوني بخير وعلى خير، وجميع متابعين هذه القناه ديالك الزوينه اللي كنشكرك بزاف عليها. عندي اختي هاد الديكورات، هادو دي بونبونيير، هادو دي بونبونيير بجوج، وهادي عندي فرقه ديال، ماشي هي فرقه، مي حنا تنقولوا فرقه يعني ما هي بونبونيير ما هي فرقه يعني ديال الحلوه، يعني كلهم كريستال، ماشي كريستال فري كريستال، مي يعني اللون ديال كريستال. هادي راها كلها شتي كلها محفره، هادي راها رائعة 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 بزاف بزاف، ومشنفة من جناب وما مضروبة ما مشقوقة ما حتى شي حاجة. هادي هي بزويقات ديالها، من عندها هاد الغطا ديالها،
يعني اي واحد يقدر فيها كيكه، يدير فيها بغريرات، يدير فيها مسمان، يدير فيها الحلوه، يدير فيها الفتيه. شو الرجيلات ديالها هما كثيرين، شي يعني ديكورات من النوع المميز اللي قلال دابا، ما هادشي قديم عندي. وعندي هاد البونبونيير بالرجيلات ديالها، وهي فيها الالوان، يعني الالوان كتمشى مع مثلا الديكور ديال شي صينيه، الديكور ديال الكويسات. هذه ديال لي بونبون، ديال الشوكولات، هي ديال الفاكهه، هذه كذلك حتى هي اللي بغا يدير فيها. وكاينه نديرو حتى الحليوات، الفقاس، البهله، يعني راهما كبيرين ماشي زعما صغيورين. المهم ها ماشي، انا كنوريك حتى من التحت، كنوري المتتبعات كيفاش دايرين، وكنقرب الصوره باش اللي بغى شي حاجه يشوفها عن قرب، لان الواحد كيبغي يشري، كيبغى يشري شي حاجه نقيه، شي حاجه زوينه لدارو. المهم هذه الثمن ديالها 120 درهم، هذه 200 درهم، هذه 150 درهم. اللي بغى يتصل بيا مرحبا، 06 38 17 06 84 كازا. وشكرا للجميع، مرحبا والف مرحبا، اللي بغى شي حاجه يتصل بيا. السلام عليكم، الله يجزيك بخير. عندي هاد الطابل باص جديد، عمرها ما مستعمله، مصاوبه من العود الشان اللاطي. هانتم باش تشوفوا التحت ديالها والداخل، هي مصاوبه كامله من الشان اللاطي، والفوق ديالها فيها بلاكاج ديال واحد الخشب سميتو التيك، راه غالي وقليل، هو تيكون بهذا الشكل هذا. باش تشوفوا حتى البريون ديالها من الفوق، فيها متر في الطول على 60 سنتيم في العرض، على 50 سنتيم في الارتفاع في العلو. والثمن راه ثمن مناسب، غير بغيت نحيدها وصافي. اخر ثمن ديالها هو 750 درهم. انا كاين في كازا، والتليفون 06 52 01 59 07. واللي بغى مرحبا. السلام عليكم، كنشكر صاحبه القناه اللي تحت لينا هذه الفرصه. هذه اليوم عندي هذا الغونجمون هذا 3 في 1، في نفس الوقت راه هوايا. ها نتوما كما كتشوفوا كيجي مع الال، الا بغيتي تحطوه هذا راه كنفصلته انا على حسب البوزوان اللي كان عندي. ها نتوما كتشوفوا، ها هو في نفس الوقت كيجي سداري اللي بغى يجلس عليه. ها هو ولانا مسير، لان هو راه عريض، درتو انا عريض. ومني كتحلوه ها هانتوما شوفوا شحال جا معفي. الرونجمون اللي جمع لكم كلشي تم التلفاز، انا حطيتها باقي ما ساليتش، كنت صبغت وما ساليتش كاع ركبها. ها هي فيه، هانتوما شي شحال غارق، باقي نقي. هانتوما شو التوب تاعو، باقي نقي، باقي زوين. اللي بغاتو 1500 درهم، 30000 ريال. انا راه كنت فصلته وكان ثمن باش تقام عليا، تقام عليا شويه غالي. ها نتوما راه باقي نقي بحال ليله جديد. وها هو دابا بحله جديده انا دايره ليه هاد الطلميطه هادي. ها نتوما كما كتشوفوا كتغطيه كامل على الوسخ اللي كان عندكم الدراري، ولا الا كانت شي مناسبه راكم عارفين كيكون تكرفيس، وفي نفس الوقت ما كاينش اللي غادي تحلو. هانتوما شتي بهاد الطلميطه باش دايرها انا بحال اللي كنسد عليه، هادي هي الفكره اللي دايره، داير ليها الطلميطه باش كنسد عليه. كتكون عندي شي مناسبه كنسد، كنحط حويجاتي، كنغطي، كنلمطو، صافي ما كاينش اللي غتحلو ولا شي حاجه. غنوريه لكم المظهر ديالو. هانتوما راه باقي نقي بزاف الصراحه، انا متوع عندي ولكن محافظه عليه. هانتوما كاين لكم شي حاجه راها نقيه، راها نقيه، وتصط الطلميطه الصراحه زوينه وباقي مزيانه. هانتوما فيه 1.80 متر في الطول على 70 سنتيم، والارتفاع ديالو في العلو ديالو فيه تقريبا 55 سنتيم. 1530000 ريال بالطلميطه ديالو اللي جات. انا عطيت الطلميطه وعندي معاها حتى هاد المخيدات دايراهم ليه. ها هما واحد جوج مخيدات، 3 المخيدات ها هما من هاد الثوب هذا. اللي بغاتو 06 68 783
582. وكنشكر صاحبة القناة اللي تحت لنا هذه الفرصة، ومرحبا بالجميع، والله يسخر الجميع والله ييسر الجميع ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، كنشكر صاحبة القناة اللي تحت لنا هذه الفرصة. هذه عندي هذا الكوفرلي، الصراحة راه غزال مستعمل ولكن باقي نقي، باقي زوين. اللي بغات تبدل به ها هو كما كتشوفوا، ما مثقوبش ما مشرك ما حتى حاجه، ها هو طالبه فيه 100 درهم. وعندي هاد الخاميات ها هما فيهم مترو مترو جوجات، ها انتما الخياطه ديالهم نقي، انت هما تقريبا جولي جداد. ها هي الاخرى حتى هي هما هما الخياطه ديالهم، طالبه فيهم 100 درهم. اللي بغاهم مرحبا. المدينه الدار البيضاء، كوفر لي 100 درهم، خاميه 100 درهم. رقم الهاتف 06-68-783-582. وشكرا. السلام عليكم اختي، صباحك مبروك، لاباس عليك هانيه؟ نتمنى تكوني بخير وعلى خير، وجميع متابعين هذه القناه ديالك الجميله نتمنوا ليها النجاح والاستمراريه. اختي عندي هذا الطقم ديال الديكور، ديكور هذا اللون الازرق، زرق ومعاها اختي صفر. هذا الزرق جاي بحال البلار، يعني اللون ديال البلار، ولكن هو ماشي بلار، ماشي بلار، ولكن هما يا اللون ديال البلار. هادشي اختي تقالين لي هادو كيمشيو اما بثلاثة اما كيمشيو متفرقين على حسب. انا دايراهم بثلاثة، يعني دايراهم، كنت كان عندي واحد لو ميغبا وكنت دايره فيهم بثلاثة، ولكن دابا مع حيدتو اضطريت انني نبيعهم. انت اختي شوفي الزواقي كي دايره، راه ما مشقوقين ما مضروبين ما حتى شي حاجه. انت اختي نيت هادو كنطلب كل واحد 300 درهم، هذا كل واحد 300 درهم. وهذا كبير، هذا راه فاز ثقيل وواحد النوع يعني زوين، يعني كاين اللي كيبغي يدير فيه حتى مثلا الماء ولا ويدير فيه العصير راه كيجي رائع، ولكن انا ما كنستعملوش العصير، ما كنستعملوش الماء، لانه انا كنستعملو غير ديكور فقط. هادو كيديروا 300 درهم الواحد، جوج بجوج بجوج ب 600 درهم، وهذا 250 درهم بوحدو، 250 درهم. واللي بغاهم ثلاثه ديك الساعه غادي نقدر نتصاوب معاه، ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا، سي لو بري نيغوسيابل، كاين حتى مشكل. شوف اختي اللي بغى يتصل بيا 06-38-17-06-84 كازا بلفيدير. مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم، كيداير اختي؟ بخير لاباس عليك هانيا. اختي عندي هاد الكوافوزة هوايا، فيه 90 في العرض على وقيلة 40، هو باقي مزيان، هو هنا فيه هادي كانت لاصقة ليا شي حاجة، اللي بغا يفيرني راه يحيد داكشي، لكن أنا مغطية، اللي بغات ديرها فوق منو المراية، ها المراية ها هي. المراية تيرا باقا مزيانة، هادي اللي ما عرفت فين مشات وحدة بحالها المجورة. هاد المجور هذا بحال هاد اللي كيدير السكة بحال هذا، انا خديته هاكا بلا بيه وما قالوش يما لي كاع راه ما فيش هادي ها هي، ولكن ماشي ما عندوش مشكل واخا ما فيش هادي كيتسد. بونجور. المهم ها هويا كوافوز، المرايا ها هي، معلومات ها هما. كوافوز 250 درهم، المرايا 100 درهم. اللي بغاهم مرحبا ها هما، اللي باغي يشري الله يرحم الوالدين، اللي كيقول لك انا غنجي وما ما تيجيش ما يخليش بنادم ما يبيع ما يشري،
وشكرا بارك الله فيك. 0687 0667 80 27 14 دار بيضاء حي البركه. شكرا اختي لعلي خطك اللي بغاهم، مرحبا به. السلام عليكم اختي، نشكر هذه القناه الله يعاونك عليها. عندي اختي هاد السديدرات، هما 4، ها 1، ها 2، ها 3، ها 4 بالريدو ديالو، معاهم الريدو ديالو، راه جوج ريدو مثلا واحد جامع. هانتي اختي كاين هنايا 6 ديال المزاوي الطوال ديال البونج، وكاين اختي 12 الخديه 90 سنتيم، كاين اختي هاد الكوان حتى هو ديالو، كاين جوج صندريات وطبله فيها مترو و 20. هانتي اختي السدادر باقي مقيم باقي مزيانين. هادي حتى هو اختي مصنعاهم رطبين بالبونج و لاواط مقيم. هانتي شو لوبر باقي مزيان باقي نقي. هانتي اختي شو التفرشه كتجي زوينه ديالهم، هانتي باقي مزيانين، حيت انا غادي نتحول غيجوني كبار شي شوية نبيعهم. اللي عندو هاد العبار مرحبا بيا ياخدهم. هانتي اختي واحد فيه 2.30 متر، واحد 3 متر، 3 متر، 2 متر، 6 ديال المزاود طوال، 12 الخدية فيها 90 سنتيم. هانتي اختي كاينة طبلة فيها 1.20 متر، طبيلات جوج. هاي اختي النمرة ديال التليفون 06-17-48-05، طالبة فيهم اختي 4000 درهم الدار البيضاء. كنشكرك اختي الله يعاونك على القناة. هانتي اختي دير لك دورة باش تشوفي باش يشوفو، باقي نقي باقي مزيانين، ها بالفراشات ديالهم وكلشي. شكرا اختي الله يعاونك. السلام عليكم، كيداير اختي صاحبة القناة؟ لاباس عليك بخير. تنشكرك اختي جزيلا الشكر على العمل تتقدمي لينا. غير هنا عندي اختي واحد البيسي وبيرو، بيرو طابلة ديال البيسي وبيرو داكشي اللي بغا يدير كرسي يكتب فيه وهذا. المهم تنطلق في البيسي راه خدام مزيان 300 درهم، وبالنسبة للطابلة ديال البيسي نيت راه تنطلق فيها 200 درهم. واللي عجبو وبغى شي حاجه، اللي بغى شي حاجه بوحده مرحبا، اللي بغاهم جوج مرحبا، راه غادي يجي تيشوفو وداكشي والله يسخر. المهم بالنسبه للثمن ها هو عندي في الورقه والهاتف والمدينه مدينه سلا. وشكرا اختي الله يجازيك بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام اختي، انا باغا نبيع هادو، باغا نبيع هاد المجامع ديال اتاي كيف كتشوفي، معاهم جوج صينيات، صينيه مايان وصينيه كبيره. الثمن ديالهم اختي 400 درهم، رقم الهاتف مدينه سلا تجزئه مرزوقه. عندي اختي هاد جوج بلاطوات، جوج بلاطوات واحد صغير واحد كبير عليه شويه، هذا 150 درهم، ها هو الثمن مدينه والهاتف. عندي اختي هنايا مجموعه ديال القهوه كيف كتشوفي، هادي ديال السكر، هادي ديال القهوة، هادو ديال القهوة. عندي فيهم تمن اختي 100 درهم، الهاتف سلا مدينة سلا تجزئة مرزوقة. عندي هنايا جوج صينيات كيف كتشوفي معايا هما قد تمن ديالهم 150 درهم تجزئة مرزوقة، هو الرقم ديالهم. عندي اختي هادي كيف كتشوفي معايا فرقه ديال الحلوه فيها 3 ديال ليطاج، الثمن ديالها اختي 50 درهم، هو رقم الهاتف سلا تجزئة مرزوقة. اما اختي مرحبا بكم، اختي اللي بغات شي حاجه مرحبا، مرحبا اللي بغى شي حاجه صيفط لينا، هو رقم الهاتف، هو دا رقم الواتساب. عفاكم. سلام اختي، بغيت نحط عندك هاد الطليمطات للبيع، الله يجازيك بالخير. كنشكرك على هاد القناة اللي كنبيعو من ديورنا، الله يرحم لك الوالدين. هانتي اختي عندي هاد الطليمطات، انا حاطه مع السدادر ما ملمطاش بهم،
هما هانتي الطلميط ما مشرق ما فيه شي حاجه موال و باقي مزيان. المخدل ديالو ديال 70 15 مخده بحال هادي وربعة المزيودات بحال هادو هما أربعة. انا ما حاطهمش كاملين حيت جا مع البيت هما. الله يجازيك فيها الخير هما اختي. عندي ثلاثة طلامط و 15 مخدة و 4 المزاود. المزود كيمشي بالبونجة ديالو اللي بغاه. أربعة طليمطات، واحد فيه 4 مترو، واحد فيه 63، واحد فيه 2 مترو، 15 مخدة و 4 المزاود بالبونجة ديالو. هاهي أختي، يعطيك صحيحتك. ها المعلومات هاهما حي المحمدي. النمره ديالي 06 79 63 23 88 الواتساب. عندي هاد الزربيه اختي حتى هي ها هي باقا مزيانه بقي. يلا مصبنا جبت من عند المرا مصبنا عليا انتي اختي ها هي. بغات شي حاجه مرحبا. باقا نقي مصبنا جوج مرات. عندي هاد الموكيت تا هو فهمتي ومع الشمس. ناهو اختي الزربيه 5000 وهو 4000 ريال. والمعلومات ديالهم الزربيه فيها في الطول 2.35، الموكيط فيه 2.35، العرض على 1.95 الزربيه فيها 2.56 والعرض 1.75. الحي المحمدي النمره ديالي ديال الواتساب واللي بغى شي حاجه. السلام عليكم اختي، كدايري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عفاك اختي عندي هاد الريدو هذا ديال الثليجه، ريدو زوين، ريدو كبير. نوريكم الخياطه ديالو على هاد الشكل هذا. ها نتوما راه مخالفه، ها نتوما راه ما فيه حتى شي عقيقه طايره ولا شي خبشه، باقي نقي باقي جديد. ها نتوما راه كبير كيف قلت لكم، وفيه التحتاني ديالو هو هذا. غنوريه لكم. ها نتوما راه فيه التحتاني، ها هو الشكل ديالو. المهم هذا راه عريض وديال شي شرجم يكون كبير، وتا الطول راه طويل. بالنسبه للثمن هذا ديالو 5600، راه درت ليه ثمن مناسب. وعندي هاد الريدو هذا، هذا راه التوب ديالو جوهره في الثليجه. ها نتوما حتى هو راه باقي، هذا جديد، هذا كاع ما مستعمل. ها نتوما ها الخياطه ديالو، راني غير هو راه مفرق، انا غير لقيته لكم هنا بالفناتي دابا غير باش يبان لكم كيفاش كيجي. اما هو راه كيجي كل جهه في الدفه ديال الشرجم. هذا راه قصير ما طويلش بزاف، وتا هو ديال شي شرجم كبير. ها نتوما راه اللون ديالو ما كيبانش مزيان، المهم راه هو غزال وفيه واحد اللمعه زوينه، وما فيهش التحتاني ديالو هذا، دا غير بوحدو. بالنسبه للثمن ديالو 200 درهم. وعندي هاد الكوفر لي هذا هو بلو مارين، هذا راه جديد، راه اللون ديالو ما كيبانش مزيان، راه كيبان في الفيديو بحال كاشف. هو راه بلو مارين كيشعل جديد، عمرو ما تفرش هذا. بالنسبه للجناب ديالو هادو هما اللي كيجيو نازلين هكا في جناب الناموسيه. وبالنسبه للعبار ديالو راه فيه 1.40 متر على 2 مترو، يعني حتى الناموسية ديال 1.40 متر على 1.90 متر راه يلمطها مخير. ها نتوما هادشي راه كيبقى هكا في الجناب ديال الناموسية. ها نتوما راه فيه هاد الذهبي هذا كيلمع، هذا هو اللون ديالو كيف كنوريكم دابا. فيه هادي من جوج جهات، يعني كيبقى هابط هكا من جوج جهات. راكم عارفين الكوفرليات، هذا راه ديال الجزائر هاد الكوفرلي. ها اللوراني ديالو نوريكم كي داير. ها نتوما بالنسبه للخدادي ديالو راه فيه جوج هما هادو، راه كيف قلت لكم راه بلو مارين كيشعل. ها نتوما بالنسبه للثمن ديالو هذا 300 درهم. رقم الهاتف 06 47 21 50 25، والمدينه الدار البيضاء. اللي بغاهم اختي مرحبا.
السلام عليكم، كدير اختي بخير؟ لاباس عليك انيا، شكرا على المساعده اللي كتقدموا لنا، الله يجازيكم بخير. عندي هاد الطلامط ها هما يا دو فاس، هالفاس الاول هالفاس الثاني، حتى بحال بنت ماشي بحال البهجه بحال، المهم ها هو انت الشكل ديالو مطروز الطرز منه ما كيتشنتو ما والو، ها هو عن قرب. هاد التفريشه الاولى، ها الفاس الثاني ها هو فيه بحال البريون مع هاد الخديات 8 4 في هاد الشكل و 4 في هاد الشكل، مع هاد 3 ديال لي بتيكوسه 14 مخده و 3 طلامط، كل واحد فيه 3 متر و 3 متر و 3 متر، يعني التفريشه مقاده 3 متر في 3 طلامط. هاد الفاس الاول، ها الفاس الثاني فياطا سامبل ما فيها لا قطيب لا والو، سامبل مخاد خاوين، هادو تا هما خاوين. وهاد ثلاثه ديال لي بتيكوسه ها هي اختي، هاد التفريشه كي كتجي، ها الفاس الاول ها الفاس الثاني، طالبه فيهم 600 درهم المعلومات ديالهم. ثلاثة طلامط 3 متر و 3 متر و 3 متر، 14 مخدة و 8 ديال الخديات، وهذوك ثلاثة ديال البتيكوسة 06 67 80 27 14. حي البركة، شكرا اختي، الله يجازيك بخير. السلام عليكم اختي، لاباس عليك هانيه؟ نتمنى تكوني بخير وعلى خير. اختي عندي هاد الديكورات، عندي ثلاثة اختي، هادو ديال العصير، هادو قريعه ديال العصير ولكن من النوع الممتاز والنوع القديم، هذا اختي قديم، هذا النوع قديم، كديري فيهم العصير كديري فيهم الماء، مهم. ومعاهم اختي هذا كيكون معاهم وسط منهم، هذا كيكونوا فيه وريدات من الوسط، اولا كيتحط هكاك اولا حتى هو اللي بغى يدير فيه الماء، انا كنت دايره فيه الماء ودايره فيه وريدات لداخل هنا. ياه انت اختي شوفي كي دايرين من هنا، هنا عندك غير هادو كانوا سنينات خصهم يتقادو يدارو ليهم شويه ديال اللصقة، شي سنينات من هنا، يعني شي سنينات من هنا خصهم يتقادو يدارو ليهم اللصقة، حيت انا ما بقيتش يعني ما بقيتش درتهم غير حطاهم، حاولت ما امكن انني نصوبهم، كنصوب مره مره شي حاجه. عندك هنايا فيهم هاد لي بيرل شتيهم، هادو اللي هنايا كاين شي بلايص فيهم وكاين شي بلايص ما فيهمش، هومايا يعني كتحطيهم على حسب دوك الزويقات اللي فيهم. ها مختي اللي بغاهم مرحبا، جوج ديال القريعات ديال العصير من نوع زوين للحباب والناس اللي تيجيو عندك، الناس اللي كتبغيهم، يعني هادو شيء مميز، ماشي بحال دوك القريعات اللي تنحطوهم ديال العصير، وانما هادو شكل اخر. المهم انا طالبه فيهم بثلاثه 8000 ريال، قابله للتفاوض، 8000 ريال قابله للتفاوض، لحقاش هما ثقال وبحال القريبات من التحت قريبات، وفيهم ان ديكور كي زوين، يعني لا من ناحيه الفم لا من ناحيه هنا الشكل الطويل ديال الانيق، ناحيه ديال هنا ديال هذه البلاصه الكريشه كي كنقولوا حنايا، يعني وهنا مضلعين فيهم ضليعات وجايين بحال الشكل ديال البلار، واللون ديالهم زوين بزاف اللون الازرق، وهما ماشي بلار ولكن كيجيب لك الله الا شتيهم بحال يعني اللون ديال البلار. مرحبا والف مرحبا، اللي بغى يتصل بيا اهلا وسهلا. كازا 06 38 17 06 84، وشكرا للجميع. السلام عليكم اختي، شوفي الله يجزيك بخير، عندي هاد الفران بغيت نبيعو، ها هو راه كبير، خمسه ديال الكوانن هما بخمسه بهم شاعلين، كتلاحظي معايا ها هو ما فيه التعب، ها هو بالغطه ديالو هذا كينزل بحال هكا، ها هو راه مازال نقي، كنحاول نوضحو لكم، نطلعو حيت الكوانن شاعلين عندي فيه بلاصه ها السويرتات ديالو، ها هما كاملين نحاول نوضحو في التصوير، ها بلاصه البوطه كتمشي البوطه ديالك هنايا
ها الباب كتفتح، ها هو الباب مازال نقي، فيه لا بوراج لا حتى شي حاجه، كنشدو لك حتى من التحت. هذه بلاصه ديال الفران، ها هو، ها هو العفيره شاعله لتحت وكتشعل حتى الفوق. غير دابا مع التليفون ما عنديش كيفاش نشعل الفوق، كيفاش كيتسد. فيه مجار هنايا، ها هو المجار، ها المجار ديالو مازال نقي، ها التحت ديالو ما فيه حتى شي عيب. الثمن ديال هاد الفران 400 درهم، واللي بغاتو مرحبا بها. جميع التفاصيل اما في هاد الورقه 06 70 26 83 98، الدار البيضاء لساسفة، حي العراقي. شكرا لكم بزاف على هاد القناه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. عندي هاد الجلالب باقيين زوينين، باغا نبيعهم هانتوما. انا هادي راه لابسه غير مره ولا جوج، راه باقا جديده مصبنه، كلشي باقا جديده. طاي اكس ال هي مخزنيه، هايا راه موف ناصع غير ما الضو. المهم هادي باغا فيها غير 100 درهم اللي بغاتها. وكاينه هادي زرقاء ناصعه حتى هي اكس ال، طاي ستوندار، طاي مخزنيه ماشي ستوندار، طاي مخزنيه اكس ال، هاي بقى هي جديده لابسه غير شي مره، مخزنيه كتلبا عارف المخزنيات كيفاش كيتلبسوا. اكس ال 100 درهم حتى هي، هاي الطرز. وكاينه هاد الموطارد حتى هي اكس ال، هادو كلهم اكس ال. هادي موطارد فونسي غير مع الضو، اما هو موطارد غامق غامق بزاف، ولكن غير مع الضو كيبان بحال هاك. اما هي راه فونسي حتى هي اكس ال، هادي باغا فيها غير 60 درهم، باقا زوينه هادي حتى هي راه مصبنه كلشي، باغا فيها غير 60 درهم. وكاينه هادي دو بيس، هاي مليفه باقا فنه باقا جديده. هادي شريتها فاش تزوجت، غير بديت كنردعت زاديت في الوزن ما بقاتش كتجي قدي. هاي دو بيس هي وديالها، باقا جديده باقا فنه هي وديالها، غير 350 درهم. هاي باقا فنه باقا جديده مصبنه نقيه كلشي. هانتوما الخياطه، هانتوما باقا فنه هي وديالها 350 درهم بجوج. وكاينه هادي حتى هي اكس ال، حتى هي غير مع الرضاعه ما بقيتش لبسه. هانتوما الكمام راه نقيه مصبنه وكلشي، ها هو ديالها دو بيس حتى هي مليفه. هانتوما حتى هي 350 درهم. هادي راه غير خياطه قسما بالله ب 13000، غير خياطه بلا تواب. هاي غير 350 درهم طاي اكس ال. وكاينه هادي هانتوما، هما دول كلهم مصبنين. هانتوما الخياطه باقا جديده، هادي هادشي كله راه غير مع تزاديت في الوزن ما بقيتش غادي نلبسو. هانتوما خياطه الكميمات نقيه مصبنه كلشي، هاي طاي اكس ال.